أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 كان لاعب الجودو المصري محمد رشوان في الأولمبياد فاز باكتساح في الأدوار التمهيدية وفوجئ الجميع بوصوله للنهائي وضمان مصر لميدالية أولمبية رشوان أمام بطل اليابان في المباراة النهائية. مع سير المباراة لوحظ أن رشوان بيتجنب ضرب القدم اليسرى للاعب الياباني، حتى مدرب محمد رشوان طلب منه ده بصوت عالي. رشوان ملعبش المباراة بقوة والجمهور كان حزين لضياع الذهب، لكن بعد انتهاء المباراة وبفوز لاعب اليابان خرجت تصريحات رشوان اللي قال فيها أنه تجنب ضرب القدم اليسرى للاعب اليابان بسبب معرفته انه مصاب بقطع في الرباط الداخلي للركبه وان اي ركله فيها ممكن تتسبب في تدميرها تماما والتسبب في اعاقه للاعب اليابان. رشوان اتكرم بجوائز كتير بسبب اللي عمله، منها ان اسمه اصبح في لوحه الشرف العالميه للعبه الجودو وفاز بجائزه اللجنه الدوليه للعب النظيف وجائزه الامم المتحده للعب النظيف، وتكرم من الرئيس المصري السابق حسني مبارك والسفير الياباني في القاهره.